عمان إكسبرس. رجعنا معكم في تغطيتنا الخاصة لكان توتال إنرجي. نذكركم اللي بشكونوا معكم تقريبا كل يوم باستثناء أيام الأحد اللي ما فيهمش ماتشوات تونسي، من الاثنين للسبت نكونوا معكم، من الاثنين للجمعة من 3 إلى 4، ونهار السبت في توقيت زون ميكست العادي من 3:30 لل 5. وليد برحومة قدام الميكرو، إسلام حاضر معنا، إسلام المدب، ومعنا في الاستوديو سيلمونجي بن إبراهيم. لا لا انت توا عاد بديت دخلت في الصحيح. قبل الفاصل اسلام قال لي هل الهاله الاعلاميه الكبيره اللي حول حنبال المجبري مبالغ فيها بالنظر لمردود اللاعب؟ هو راي نحترموه بطبيعه، لكن ينجم ما يقنعش الناس الكل ويظهر لي تريزيغول. وانا مش نفس البروفيل بالضبط، شكون عجبك خير في الكوبرا؟ بغينا شعليلي ولا حنبال المجبري؟ ما نجموش نقارنوا هذا بهذا. لا متفقين زوز في الوسط، لكن غيلان لاعب كان 2019، غيلان بطل افريقيا 2018 و2019 في فريقه، يعرف افريقيا، يعرف المجموعه. حنبال راهو ناتيف دو 2003، راهو مولود عام 2003، معناها تو عمره 18 يدخل في مجموعة ويلقى روحه اون كوكلوش في وسطهم، معناها كأنه هكا الناس الكل تحبه ويلقى روحه يكور، تحب ولا تكره. تريزيغول جوست باش نحكي على الكلام اللي قاله اسلام، رانا نحكيو على زوم لعبية ما عندهمش نفس الرول تكتيك دي تو، ما نجموش نقارنوا. واحد طومبون لعب كأنه بيفو اكسيال، واحد نوف دمي تقريبا، لكن الزوز من ثلاثي وسط الميدان يلعبوا في اغلب المقابلات. حنبال تنساش راه كان اكثر هجوم من دفاعي، دور دفاعي كان اقل برشا من دور هجوم. بارابول غيلان اللي ريناه معناتها بالكوبا راب قام دور دفاعي كبير اكثر من دور هجوم. غادي باش نحكي على الكلام اللي تحكيه تو على حنبال. شوف غنكونوا واضحين، اللي مانشستر يونايتد ما تاخوش ملاعبي ب 10 مليون دورو هكاك. متفقين دونك لو بوتونسييل موجود، البوتونسييل ويظهر لي هذا. قلت لاعب واعد، لاعب واعد اكيد. اسلام مسيش نتفاعل مع بعضنا، مسيش. لا انت راك قلت لاعب واعد وما قلتش لي هو خايب، متفقين في هذا اكيد. اما راهو حنكونوا واضحين، حنبال مازال ما ورا شيء، متفقين في هذا. الخطوه الاولى مازلنا نستناو منه اكثر من هكاك برشا مرات، خاطر الكارير بروفيسيونيل نتاعو مازال ما بداتش. انا يظهر لي التفاعل الكبير مع اللي قدمه حنبال، حتى كان يمكن ماهوش مردود كبير ياسر، لكن الناس لقات حاجه خاصه في الملاعب هذه، فما اراده، تحسوا كومباتيف في التيران. لقات لاعب عنده موهبه، وحنا عندنا برشا في تونس ما خرجناش ملاعب عنده موهبه، هذا زاد موجود. وبرشا ناس خافت وقت اللي منجي حكى على تقديم الملاعب وكالندوه الصحفيه والهاله الكبيره اللي صارت له. للاسف في تونس كل حد نعملوا له هكاكه يطلع مسكين بريسيون تولي قوي عليه، وفي التيران ما يوريش. اللي عمله حنبال على الاقل خرج شويه من القاعده هذه، زيد في المجموعه تحسوا متاقلم، تحسوا يحبوه اصحابه، مقبول. وانا كنت معاهم حتى في قطر وليد، تحسوا على روحه خفيفه، هو حتى اصحابه يحبوه. هذا شنو معناه يدخل في المجموعه؟ عكس الكلام اللي تقال نتاع الباس، ما فماش منها الحكايه هذيك، تافهه جدا صراحه. محبوب برشا، وهذا تحسوا في ماتش كوره، تحسوا فما ملاعب اللي يدخل في الجو، وهذا مهم ياسر. منجي يظهر لي انت ملاعبي وتعرف نجم تكون ملاعبي كبير، ما ماكش سامباتيك في الجروب راهم يسحروك. لو فيستياري تري امبورطون. انا نقول اللي كلام اسلام في مصلحه حنبال المجبري. اسلام اذا كان ما يشوفش حنبال المجبري عنده ان بوتونسييل ما يحكيش عليه، دونك سي دون سو سونس لا. وحاجه اخرى سي كو تاقلم راهو ماهوش ساهل اليوم. اي لاعب يجي من بطوله معناها حتى ولو معناها انت اول حاجه صارت اللي ريميرسيمون من طرف مانشستر يونايتد اللي تبعوا فيه في الكاس العربيه هذه، دونك يعرفوا هما اليوم لا بروف. زيدك حتى المدرب في سيت اوفيسيال كان صرح، قال هو مدرب جديد نتاع مانشستر، قال خساره باش يمشي الكوب دافريك ما يمشي نشوفه برشا، ولا باش يطلع برشا من لاعبيه شبان. راجنيك هذايا قعد اونترونور معناها سي دو بروفيزوار، مي جو بونس لو بروفيزوار نو فا با ديوري، لان النتائج اللي قاعد يعمل فيها مانشستر يونايتد مع المدرب هذايا. دونك حنبال المجبري اورا سيرتينمون ان نوفيل اونترونور، لكن الفتره هذه الشتويه باهيه للحنبال المجبري باش يلعب كوبا راب والكوب دلا كاف، لان في الظروف اللي باش يحضر فيها مانشستر يونايتد كي يمشي في السيف، كي يبدا في السيف مع الفريق الاول نتاع مانشستر يونايتد سي توجور ميو. انا نقول اللي الملاعب هذايا فريمون ان اكزومبل ا سويفر، اللي الفورماسيون اللي معموله لبرا خلات اللي الملاعب هذايا عنده ان بوتونسييل انورم مي بيرفكتيبل. دونك
افوار توا في ليكيب ناسيونال وان بليس كي يبداو دي ريزولتا بوزيتيف كيما كاس العربيه وين وصلنا للفينال تخلي للملاعب هذا ينجم يتاقلم احسن وينجم تكون او نيفو دو لا بيرفيكسيون تاع الجو نتاعو تكون احسن في ظروف باهيه. ماك تعرف كي تبدا عندك نتائج ايجابيه اي ملاعب يدخلوا في النتائج ايجابيه ينجم ينجح. اليوم حنا بعد المجبري اون دور دو تيران سور لو تيران سي ان اكزومبل ا سويفر والحمد لله يا ربي اللي اليوم تونس نجم تخرج لكم لاعبيه دو سو نيفو لا. قبيله نحكيوا على الكره بامبي للاسف المنتخب تحول للكامرون من غير لقاء ودي من غير ماتش تيست اللي ينجم المدرب يشوف الاستعداد نتاع الملاعبيه يشوف الخطط التكتيكيه نتاعو شكون لي دوبلور هذا الكل ما صارش. هذه يا خويا الله يخليك بربي الله يخليكم راهو دون لو فوتبول سامحني خويا تريزيغول دون لو فوتبول خويا اسلام دون لو فوتبول يا با دو فيريتي راهو نتفكروا احنا شنو اللي صار عام 1990 وذي حكيتها برشا مرات اللي انا اللي الكره كانت تفكروا الدنمارك رومبلاسي او بي لو في 92 او بي لو في لا يوغوسلافي ليكس يوغوسلافي ثم منهم جورات منهم زوز في جربه خذوهم سون اوكين بريباراسيون بعد جمعه يلقاو روحهم في الشامبيون دوروب دي ناسيون وانا في البط وقت عندي كيتوا والدومي فينال باش تتلعب قلت لهم كان يربحوا الدومي فينال دنمارك اليوم راح يربح الشامبيونز ليغ وقتها هولندا يعطيك الصحه ربحوا الدومي فينال ربحوا الشامبيونز الكوب دوروب دي الشامبيونز دوروب دي ناسيون دونك يوريك اللي اليوم راهو انت والتعامل مع المجموعه اليوم نجم تكون التحضيرات ولو ثم 12 لاعب جدد باش يلعبوا في الكوب دافريكا هذيا نجم التحضيرات تكون تبني عليها وانت لعبت الكاس العربيه هذه دونك مي ولو ثم 12 ملاعب اللي جاوا جدد توا اللي خلطوا على الفريق باش يلعبوا كاس الافريقيه هذه في الظروف اللي صارت في كاس العربيه دونك لانتيغراسيون تاعهم باش تكون سهله برشا. تريزي جول كونه ما فماش ماتش اميكال ما تراش ينجم يقلق شويه؟ ينجم يقلق اكيد انا واحد انا معناتها رايي الشخصي اللي ينجم يقلق اللي لازم تعمل بريباراسيون قبل ما تبدا كومبيتيسيون كبيره لازمك تحضر ما تقدرش تدخل ديريكت في ماتش ان بريباراسيون بينات دو زيكيب اللي معناتها مطلع من لي جون من ليكيب ناسيونال بي وليكيب ناسيونال ا صار ماتش اميكال وقتها ما عندي انا ما نسميش بريباراسيون كي كاس العربيه ما نجموش نعتبروها كاني تمهيد تمهيد عندك برشا ملاعبيه تزيد جدد معناتها فيكتيف تبدل وعندك ملاعبيه نقصوا زاد وعندك ملاعبيه نقصوا معناها باش تلقى روحك مش نفس الجروب اللي رانيتو في الكوبا راب مش كيما هو بيدو في الكوب دافريك اما وليد ظهر لي مشكله علينا احنا الكوب دافريك هذه جايه في ظروف استثنائيه حتى ظهر لي الجمعيات الاوروبيه تفهموا معاهم شيخ في الملاعبيه قبل بجمعه دونك مشكل نحن تقريبا اغلب المقابلات ما لعبوش فمش كل لعب ماتش ظهر لي فمش حد يكون لعب زوز بون جاي ماتش سيرا ليوني ناحية الغاء صحيح كان لو كان جاي فما ماتش اميكال يكون يفهم خياراته اكثر للمدرب خاصة في حراسة المرمى كيف وسط الميدان شكون الافضل لكن هذا الموجود اليوم ان شاء الله ما يكونش عائق قدام المنتخب. هزيتني اسلام النقطة مهمة جدا حراسة المرمى اليوم عندنا سنوات نحكيو على البوست هذا بالذات واللي الناس كل تعرف الى اي مدى موقع متاع حارس المرمى حساس جدا في فريق اي ملاعب جوار دو شان تنجم تلقى له تغيير تنجم تلقى له معوض حارس المرمى معناها مش من السهل باش تلقى جارديان اللي يملى الكاج خاصه في منتخب وفي تورنوا كيما الكان قبيليك اسلام قال اللي بن سعيد بدا في المقابله التطبيقيه بيع نجموش نبنيو عليها هل هي حقيقه مطلقه ولا لا باش يبدا هو ولا فاروق, فاروق بن مصطفى كان هو الجارديان تاع ليكيب الثانيه نجمو نفهم اللي هو فاروق هو الثاني ودخل بعد ايمن دحمان وبعد دخل علي جمال دونك هذا يمكن هذا ولو انه ما هوش لو بير كما قلت لكن هذا دي صافي المقابله ماتش الابليكاسيون معناها كان بشير الاول فاروق الثاني دحمان الثالث وعلي جمال هو الرابع. بشير بن سعيد ما عندوش تجربه افريقيه حتى مع فريقه لعب كاس الكاف في مناسبه وحيده يظهر لي لعب اربع مقابلات ولا سته مقابلات يظهر لي برومي تور ودو تور من بعد وخرجوا كنت الرجاء بضربه الجزاء هل هذا يعتبر بالنسبه لك انت نجم يكون احسن اختيار في معناها منافسه اللي نعرفوا الناس الكل الى اي مدى صعيبه معناها الكان نحكيوا على كان توتال انرجي هو الحمد لله اللي اليوم انا عندنا افور دي شوا وعندنا لي شوا ما يلزم تعمل لي شوا البهين لان اليوم انت
شنو اللي صار مع بشير بن سعيد، حقه وعطاه فرصته زاد في الكاس العربيه هذه باش يلعب اموال، لان نحب ولا نكره مع الاتحاد المنستيري قاعد يعدي في اداء فريمون اكسبسيونيل، لا تاي جو رول امبورطانت راهو في لو نيفو. اليوم كي احنا نوصلوا نتخلاو على معز بن شريفيه افيك ليكسبيريونس كي لا في الجروب وخرج في الميدان وخرج الميدان، وان بلوس بالو بي يعني يكور بالقدام معز بن شريفيه، معز بن شريفيه الساعه معز حسن سي با نورمال اللي صار معاه، اللي اذا كان انت تخلى عليه لان صارت المباراه في ضد الفريق الجزائري الهدف اللي قبلوا نجم يقبلوا اي حارس مرمى في العالم، لكن اذا كان من الغلطه هذيك تتخلى على معز حسن جو نو كومبرون با، علاش ما تتخلاش على فاروق بن مصطفى اللي هو احتياطي في الترجي وعدى مباراه ضد سوريا وشفنا النتيجه ضد سوريا. دونك انا نقول اللي اليوم يلزمنا كلنا اليد في اليد وتور دو ليكيب ناسيونال ننساو شنو اللي صار ونعطيو فرصه للملاعبين الكل كي ميريت. انت اذا كان باش تهز ملاعبي دو سو نيفو لا بشير بن سعيد اللي عنده سنوات توا قاعد يعمل معناها في اداء طيب وما تعطيش الفرصه نتاعو، انا جو تروف با نورمال. يلزمك تعطيه الفرصه، مي سو ني با سوفيزون، يلزم الناس الكل وراه، يلزم الناس الكل باسكو سي ان جوار ان انتروفيرتي معناها ياسر دخلاني هو وكل شيء يسكسبريم كو سور لو تيران، شفتو انت في التيران كومو ايلي، لان اليوم بالجينيراسيون الموجوده في الاتحاد المنستيري غراسا بشير بن سعيد كغارديان يعرف كيفاش اما سي المنجي ما تشوفش الوقت هذايا صعيب ماهوش تاع تبديل نتاع غارديان داخلين كان باش تدخل غارديان طيش وسامحني في اول مره في المنتخب ما عنده حتى مقابل نحكي على ثلاثه سواء بشير والا دحمان والا حتى علي الجمل كلامك صحيح طيش اول ماتش في كان صعيبه كلامك صحيح مي سي نار ما دوبلو ترونشون تنجم تكون اون ريوسيت. انت بعد ساعات انت شوف كازياس كيفاش لانسيت الكارير نتاعو في الكوب دي موند 2010 كيفاش لانسيت يفدلك في السال دو بان نتاعو، جات الكاميرا تصور في الحارس الاول نتاع اسبانيا يعمل هكا ويعمل كونترول بدابوزا بارفان بسيقو تتكسر سيقو، يلعب كازياس اللي ما كانش معروف بالكل في الكاس العالميه في لافريك دو سود في المانيا في لافريك دو سود 2010 وقتها كونفيرمي 2010 راه كاسياس كونفيرمي بوتيتر 2006 ما حسيلو بور دير كو لعب كازياس و جو كرو انا الكازياس وقت اللي لعب انا الكوب دي موند هذه اللي تفكرها اللي اسبانيا خسرت المباراه الاولى ضد سويسرا ومن بعد هزوا كاس العالم. دونك انا نقول اللي اليوم رايس ينارم دوبل ترونشون اليوم وقتاش باش تعطيه الملاعب هذايا تنجم تعطيه مباراه وديه وعدي لك مباراه اكسبسيونيل وجي مباراه اوفيسيال يباس اكوتي. انا نقول لو سوتيان مورال للجوار هذايا ما نعملوش بريسيون عليه اكثر ولا ديفونس ديما كي سي كي في ان اكسيلون غارديان سي لا ديفونس. اليوم اذا كان هو الغارديان عنده انا نشكره سي منظر كبير على معناها هز بلال العيفة للكاس العربية سي فريمون ميرسي بوكو وبلال العيفة ايتي على اوتور ويلا سو اتر معناها في الـ انا نحب نرجع لحراسة المرمى والتصرف في حراسة المرمى على فكرة مش كان الإطار الفني هذا 2019 كنت تذكروا أول مقابلة لعبناها فاروق عمل اون فوت دو ما رجع كرة قدام المهاجم وقتها جيريس ومعاه ماهر الكنزاري ادجوان نهرت انغولا اسلام يظهر لي ماتش الاولاني اونترنور تاع غارديان وقتها صحيح حمدي وقتها كان اونترنور دي غارديان فاروق غلط الماتش الاول تنح جاء بعده معاذ حسن وقتها عمل غلطه في الماتش اللي لعبه كونتر مالي وقتها كورنير دخلها معاذ حسن وشنو هو الميساج اللي تعدى كونه الحارس اللي يغلط النحيو عودنا الكره في الكاس العربيه فاروق غلط معاذ هبط معاذ مشرفيه لا معاذ مشرفيه في الماتش الثالث في الماتش نتاع المرتبه الثالثه وغلط كذلك معاذ مشرفيه في الكاس العربيه عودنا نفس الحكايه اول غلطه نتاع فاروق نحيناه حطينا معاذ حسن معاذ حسن عمل غلطه ما نجمش نقول غلطه مش غلطه في الفينال لقى روحه خارج القائمه جمله شنو هي هالجيستيون اللي قاعدين نعملوا فيها في البوست هذا بالذات خلينا نحكيو من الاخر كارسيغ تابل اللي ريت حاجه هذه راه تنجم تضر لي غارديان نتاعك مورالمون اللي كل غارديان مش يقعد دقدقهم يقعد يخرف في حسابه نتاع اقل غلطه يروح على جنب ديريكت في البنك بالضبط معناها ريت تبدا كوب دافريك يبدا معناتها باش يبدا بشير ولا باش يبدا دحمان ولا اللي هو باش ياخذ قاري حسابه نتاع نغلط غلطه نلقى روحي ديريكت في البنك اللي ذي مشكل بريسيون كبيره تولي على الحارس وخاصه وقت اللي يكون عندك الحارس اللي
من المنتظر ينجم ياخو فرصته اللي هو بشير بن حسن، ما عندوش تجربة إفريقية. بشير بن سعيد. بشير بن سعيد ما عندوش تجربة إفريقية. اللي صار كما قال سيمونجي كونفيرم فماش منطق معناته، أنت جارديان يكون لول يولي الخامس معناها مش خرج من القائمة جدا. اي الخامس معناها هو مشاو أربعة دونك ولا الخامس معناها مش مفهوم جدا. وأنك تو أنت أنا فاروق هو في نظري أنا هو جارديان في المنتخب تو، لكن إذا كان زوز غلطه اذا كان ناحيه واحد كما قال المنجي يتنحاو الزوز هكا ولا ولو انه انا مع انه مبقاو الزوز معناتها خاطر معز حسن وفريق مصطفى الزوز من احسن ما عندنا في تونس. دونك لهنا برشا نقاط استفهام على اختيار تاع المدرب. اسلام سامحني سي منجي، اما اسلام ما تشوفش اللي زوز جاردينات هذا ما خذاو فرص واللي لازمهم جاردينات اخرين ياخذوا الفرص اللي خذاوهم؟ مش تو نعاود لك مش في الكوب دافريك ماهوش في وقت الكوب. اوكي مع ايمن دحمان انا حارس واعد جدا كيف بشير، لكن خويا نشوفه مقبل في مقابلات وديه باش نعرفوا هل يستحق يكون في منتخب ولا لا. وراه ثم خويا وليد ثم راهو ماهوش في تونس برك راهو نيفو دي غارديان دو بوت. شفنا احنا شنو اللي صار مع اركونادا كان تتفكر شامبيون دوروب دي ناسيون وقت اللي بلاتيني 84 بلاتيني شاطر الناس كل شدها اركونادا والكره تعدت له تعدت تحديده كارير نتاع اركونادا سيتي تيرميني. دونك زو بيزاريتا زاد انت عندك قلت الجول الاسبانيور زو بيزاريتا عام قداش 98 كيف كيف زاد كارير مش مهضمه لليوم، لان اليوم راهو ما يلزمناش نلقاو لو بوكي ميسير. اليوم اذا كان غارديان غلط وننساو اللي هو منعنا من برشا في برشا مباريات في برشا ظروف لقينا لو غارديان دو بوت اون دو افوار اللي فات فوالا فوالا اون دو تروفي ان سوتيان من طرف الليتار الفني. لا سوليسيون دو فاسيليتي باش تلقى ان بوكي ميسير اللي هو لو غارديان دو بوت، ما لا لاتاكون يفلت لك البونت وما عادش لعبه ميليو دي تيران. علاش ماشي لبعيد زوبي زايد اخي في تونس؟ خالد عزايز كان غارديان خايب، حضرت فيه المباراه دي كان غارديان خايب خالد عزايز ماتش هذاك نتاع الجيش الملكي حطم له مسيرته يعطيك الصحه. وثم حارس مرمى زاد نتاع النادي الافريقي كيف كيف مباراه في المنزا في الزويتن ولا في المنزا معناها دقيقه مازالت والكره تشاتت من السنتر وجمهور خارج وصايي والكره دخلت له سي فيني كارير وفات من بعد. سي يفو اريتي لازم ثقه يعطيك الصحه. الثقه تتعمل في الفيستير قبل المباراه. قبيليك توا اسلام قال لك فاروق بن مصطفى في وقت من الاوقات لقيناه وعدت راحه كبيره، هل في تقديركم من المعقول كونه اول غلطه غلطها ضد سوريا يخرج يولي نمره اثنين ولا ثلاثه ولا نمره من حاجه باش نقولها اول مره؟ اكبر غلطه عملها فاروق بن مصطفى اللي وقع في الترجي الرياضي التونسي بوجود معز بن شريفي، اكبر غلطه بور موا. علاش انت اليوم تلقى جوار اسمه معز بن شريفي رابح دو ولا تروا شامبيونز ليغ؟ تروا شامبيونز ليغ، تروا شامبيونز ليغ. والزوز ماهوش تاع بنك الزوز، يعطيك الصح. والزوز ميريت داتر تيتولير كومون فافير. دونك انا نقول اللي معز اللي فاروق بن مصطفى صعب على روحه لان الى ان بوتونسييل انورم فاروق الى لا تاي ولو كرويا بساقين ما يلعبش كيما معز بن شريفيه ولا ايمن البلبولي برشا ملاعبيه راهو يا بوكو دو. شوف نوير انت سيلو ليبيرو دو ليكيب دالماني يعني يوريك من تالي وماهيش معاك برشا سي منجي كلهم راهم خايبين بساقين بخلاف معز حسن تكنيك يعرف يلعب احسن واحسن واحد حتى بلبولي ولا بن شريفيه زوز يكورو. على قدهم ساقيهم يكوروا حاسين واش عندنا توا. لو بلوز امبورتون سي كو اليوم راهو لو فيستير اي ان امبورتونس كبيره برشا. اليوم البوست فراجيل برشا غارديان دو بوت، اي غلطه راهو ما تعرفش شنو اللي يصير. لكن اليوم قبل المباراه في التدريب اي لاعب شفنا احنا كي تجي ضربات الجزاء الناس كل تمشي للحارس المرمى باش يشجعوه، وشفنا سكو جينيرالمون سا مارش سا فونكسيون. انا نقول اللي اليوم راهو عندنا اون كوب دافريك عندنا ان دي بيو معناها البول الاولى بوسيبل معناها بقدرة ربي نتعداو بسهولة. لكن اليوم اتونسيون حذاري لان من بعد راهو اون كونفرونتاسيون ديريكت. هذه اليوم 24 ايكيب دونك سي جروب دو 4. اليوم عندنا غامبيا لاول مرة تشارك في الكاس الافريقية، عندنا موريتانيا من 2019 وتو هذه المره الثانيه زاد بشارك كاس افريقيا، وعندنا المالي اللي عندها المالي عندها بوكو دو جوار يلعبوا لبرا. الملاعبيه هذوما بنا عقليه جايه خاطر نون با لو شوا دو ريفوزي
راهو اذا كان لاكور ايتي في الى ايتي في اونتر لا كاف اي لي زيكيب, لان اذا كان لا كاف ولي كلوب معناها يقبل ما يقبلوش لو 3 جانفي بالسيف عليهم الملاعبيه باش يكونوا موجودين, مش تقول بليسي يقول لك ايش نعمل لك اون كونتر فيزيت. دونك اليوم الظروف اللي باش تتحضر فيها الفريق الوطني التونسي انت والمباراه الاولى باش نعرفوا لو بوتونسييل دو غارديان دو بوت اللي باش نكملوا به. هات نقدموا شويه على البوست نتاع الغارديان قدامه باش يكون فما خط دفاعي, ما نعرفوش باش نلعبوا بثلاثه ولا باربعه مدافعين. في رايكم انتوما هل هذا ان افونتاج ولا ان كونفينيون, كانوا اليوم المنتخب ما نعرفوهش يلعب مره بثلاثه مره باربعه في الديفونس تريزيغول. انت والتكتيك اللي تعتمد عليه المدرب اذا باش يلعب باسلوب دفاعي حاجه باسلوب هجومي حاجه, كي باش يلعب بثلاثه في اللاكس تولي كلام اخر جمله, يعني يخدم اكثر على لاتيغوز زوز معناتها مثلوثي ومعلول, ولينا معناتها بثلاثه في اللاكس نجحت معنا في وقت معين, في وقت معين ما نجحتش, فكل ماتش وماتشويه ماتش مالي ما نجموش نحكمه من تو. كي كرة بامبي وقتها نقولوا راهو هكا وهكا راهي مشات التشكيله هذيك ولا لا. سيمونجي هو راهو التكتيك راهو يلزمنا نعرفوا حاجه في الكره, راهو نلعبوا اون فونكسيون دي جوار كونا ديسبوزيسيون. الجوارات اذا كان يحكموا عليك اللي هذه التكتيك اللي تمشي معاهم 3 5 2 ولا 4-3-3 شوف انت موجوده في ليفربول اعطيني, ولا تشيلسي اعطيني نهار غيروا الطريقه اللي يلعبوا بها, يلعبوا 4-3-3 خاطر عنده لي جوار عنده لو بوتونسييل اني نجم يتاقلموا عليه الملاعبيه. تشيلسي تلعب ثلاثه بالعكس. دونك بور تو دير كو اليوم باردون نحكي على مانشستر سيتي 4-3-3 يوريك انت اليوم تلعب اون فونكسيون دي جوار كو تو ا. إذا كان عندك اللاتيرال دروا ينجم يلعب لك ان جور ولوتر ستوبر تنجم تلعبه, إذا كان ما ينجمش يلعب ستوبر. أنا اللي قصدته بسؤالي سي منجي وسامحني كان قصدت عليك كونه كما تحكي أنت الفريق معروف شنو يلعب, عنده الطريقة اللي ديما يلعب بها, بوتيتر اكسبسيونيلمون مرة في السيزون يبدل التكتيك نتاعه اون فونكسيون من المنافس. احنا اليوم هذايا ماهوش خويا وليد ثم حاجة مهمة برشا, أنت كيفاش باش تلعب تكتيكمون كما قال تريزيغول قبيلة, c'est-à-dire que est-ce que باش تخلي la possession de balle à l'adversaire لان انت قاع عندك قراءه نتاع الادفيرسير هذايا اللي كي باش تاخذ له الكره باش تفك له الكره تنجم تلعب الكونتر اكثر باش تحاول خاطر تنجم تخلي له الكره لا بوسيسيون بال, ينجم الادفيرسير هو اللي يخلينا البوسيسيون بال. وين الحاجه اللي يلزمها تكون مهمه برشا سي كون بيرد دو بال لا بروميير ديفونس سي لاتاك, وهذه الحاجه اللي باهيه برشا بارابور على سيف الدين الجزيري تبارك الله, كنت نخسر الكره شوف لو هارسيلمون كيفاه سو لا ديفونس ادفيرس باش الكره ما تخرجش بسهوله باش يخليه. هذا اللي خلى اللي انا علاش عطيت تونس فافوري قدام الجزائر وحكينا فيه خويا اسلام, لان جو سافي كو ليكيب دالجيري فايسي تخلي لنا الكره واحنا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه, لولا سجلنا الهدف في الدقيقه 89 عن طريق سيف الجزائري لا الفريق التونسي فاز على الفريق الجزائري, ولولا سجلنا بعد البرومي برولونغاسيون سليتي هدف بعد دقيقه 9 لا فزنا على الفريق الجزائري. لكن اليوم احنا حاجه اخرى اللي بنينا على المباراه اللي لعبناها ضد الجزائر في تونس خلات لي الفريق التونسي كان جاهز. انا نقول اللي بير دو بال فو فير اتونسيون لا كوفرتور اي تريز امبورطون. الحاجه الباهي اللي عندنا توا سي كون اي دي دوبلور دون تو لي بوست, واللي دوبلور هذوما كي يطلع علي معلول يعرف الكوفرتور عنده, كي يطلع مثلوثي عنده يعرف الكوفرتور اللي عنده, لان لابور اوفنسيف دو سي جوار لا اي تري امبورطون دون لي مومون ديفيسيل, وشفنا لابور دو دراجر وقت اللي جا من نوتنغهام فورست وباش عوض المثلوثي, وشفنا دراجر شنو ولو مازال دراجر او نيفو ديفونسيف بعد ساعات يعمل اكل غلط بوتيتر على خاطر يعطي برشا افور او نيفو اوفنسيف وينسى اللي هو سي دابور ان ديفونسور. اما الحمد لله دراجر دونك سيتي ان ديكوفرت اكسبسيونيل. اسلام ما تراش اللي حاجه باهيه كونه المنتخب قادر يلعب بزوز دو فورمول ديفونسيف مختلفين تماما لكنه الاثنين نجح فيهم, شفناها في الكاس العربيه لعبنا باربعه ولعبنا بثلاثه وفي كل المقابلات ما شفناش حاجات على المستوى الدفاعي اللي قلقوا معنا. هي حاجه باهيه وخايبه في نفس الوقت, هي حاجه خايبه خاطر المدرب حسيني ماهوش مقتنع انه لعب بثلاثه في اللاكس خسرنا مع سوريا بدل, دونك
لهنا اذا انت اذا كان مقتنع انه الايفكتيف نتاعك يسمح لك باش تلعب بالثلاثه في اللاكس دونك تكمل بها معناها مهما كانت النتائج معناها. لكن كيف كيف حاجه باهيه ايضا عندك ايفكتيف سوبر ينجم يلعب هكا بهكا ولا هكا هو ثلاثه في اللاكس مثلا. انا حكيت عليها حتى في ترجي السنه، ترجي ما عندوش الكاريتي نتاع اللاعبين تخليه يلعب بالثلاثه في اللاكس خاصه من ناحيه لي زيكسونتري معناها على اليمين وعلى اليسار. بار كونتر في تونس نجموا عندنا علي معلول ما شاء الله يعاون برشا هجوميا كيف كيف حتى حمزه المثلوثي والا دراجل اذا كان مش يلعب هو في المقابلات القادمه عندنا بن حميده زاده في كاس العرب في كاس العرب ولو انه اكثر ديفونسيف ممتاز. اكثر ديفونسيف شويه لكن كان تشوف بالارقام تشوف لي زاسيست تشوف ليفور اوفونسيف طول ما هوش علي معلول لا متفقين خاصه هجوميا اوكي معك عدى كوبراب محترم جدا لكن كيف كيف هذا اللي خلينا نجموا نلعبوا بالثلاثه في اللاكس. لكن يبدو انه في توجه المدرب كيف كيف في مخه واضح التفكير باش نبداو في الثلاثه في اللاكس وبعد انت وشنو باش تعطي معناها في المقابلات انت والنتائج خاصه ينجم يبدل من بعد. اذا كان يظهر لي دفاعيا اغلب لي بوست واضحين على اليسار قلنا علي معلول في اللاكس اذا كان باش نلعبوا باثنين ولا بثلاثه سما قبيليك اسلام دوك برون والعيفه والطالبي هذوما الاهم لي بروتاغونيست. على اليمين فما نقطة استفهام. على اليمين دراجل صحيا ماهوش حاضر المقابلة الأولى والثانية على الأغلب باش يبدا حمزة مثلوثي وبعد باش نشوفوا التطور الحالي الصحية نتاعو. باهي وغياب 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 تشريد. اسكو علي العابدي ما نجمش يكون حل على جهة اليمين؟ لكن أي حل اوكي خاطر سيمونجي قال لي لما حتى نجيو بعض على خاطر علي العابدي في جمعيته يلعب على اليمين على اليمين توا اما في الشامبيونان نتاع تونس لعب شاك فوا على اليسار دونك اليوم اذا كان ما حشناش بعلي العابدي علي العابدي نو دو با معناها لازم تكون اذا كان تجيب علي العابدي لازم لابور نتاعو يكون وانت حاجتك اما نفكرك في حاجه سيمونجي اللي الترجي كي شرى علي العابدي من شبيبه القيروان على اساس سارير دروا لا 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 وقتها كي شراوه يلعب بالساقين الزوج عمره ما لعب على العابدي على اليمين كان في فرنسا من اكل كان تبع فيه اللي كان يلعب في منتخبات الشبان ديما علي العابدي يلعب على اليسار كي جا من شبيبة القيروان للاسبيرونس على اساس باش يلعب على اليسار في القروان زيد ثبت فيك كان في القروان كان يلعب لكنه جاء على اساس باش يلعبوا على اليمين وعلى فكره جاء على اساس باش يلعبوا على اليمين استاد لعب كايليرا وقت في استاد ملعب سموزي راهو عندنا برشا ملاعبيه راهو يلزمكم تعرفوا راهو عندنا برشا ملاعبيه اللي بوست نتاعهم ماهمش اللي بوست نتاعهم اللي عملوا فيهم كارير راهو شوف انت اسمه الراجل دروا نتاع اللي كان يلعب في الترجي الريفي التونسي سي ميليو اوفونسيف طارق ثابت لا اسمه سامح الدربالي سامح الدربالي كان داودي كان ريجيسور وقت يعطيك الصحه دونك شوف انت المسكيني مثلا سي ميليو ديفونسيف قاعد يلعب دروا في الترجي الريفي تصديقا لكلام طارق ثابت كان ميليو ديفونسيف ومن بعد ولا حتى مترابلسي كيف كيف صارت اون انكدوت ولا في سويسرا ولا 10 ثواني صارت في سويسرا جابوا جوار اسمه ماتس جرين في جراسوبر كلوب دو زوريك ان جران كلوب كي افون سنتر يماركي 4 بون طول الماتش الاولاني نتاعو الماتش اللي بعده حطوه ستوبر الى فين تري تري جون كارير كوم ستوبر منير بوقديده بدا في ليتوال افون سنتر ومن بعد في نفس العام رجع واليوم في الفيتيران افون سنتر منير بوقديده صحيح الاخبار وراجعين معكم في كان اكسبريس تغطيه لكاس افريقيا الامم كان توتال انرجي